ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نشوف خط سر الحلقه هيمشي ازاي. احنا عندنا ريزوتو وعندنا كفته السمك بالبطاطس وعندنا مكرونه مقليه بالتقليه. خط سر الحلقه ايه اللي هياخد مننا؟ احنا لازم نفهم ان لما تخش المطبخ تنظم وقتك، ده مهم جدا على فكره. لازم نفهم ايه اللي هياخد وقت كبير معانا. طبعا الريزوتو، هنبدا ان احنا نحط الريزوتو بتاعنا على النار ونشوف مقاديره على الشاشه وايه التركيه بتاعه الشيف المغازي. هل الريزوتو بالفراخ زي الريزوتو بالجمبري او بالفيجيتيريان خضار الطلاينه بيعملوه؟ هنشوف المقادير على الشاشه. معانا جمبري لحم وجمبري قشر وحبتين كابوريا برزنتيشن للطبق بعد ما نغرفه. معانا شويه لسان العصفور، لسان العصفور شبيه للريزو طبعا، حبات الرز الايطالي اللي بيعملوها بيه، ولكن هي اقرب حاجه له. ما لقيتيش ده اعمليه بالرز المصري، مش هيقول حاجه، اللي هو الريزو مش هيقول حاجه على فكره، هيبقى احلى بكتير من اي نوع تاني. معانا لسان عصفور اول زي الفل، ومعانا توم وبصل وجبنه موزاريلا وشويه زعتر والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. هي دي المقادير، بساطه سهوله مرونه. هل هي هتتعمل بزيت زيتون ولا سمنه يا شيف مغازي؟ بالتاكيد هتتعمل بزيت زيتون. احنا حمرنا البصلايه والتومه زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ونقلبه مع البصل والتوم. نعم يا غالي، اصبر على رزقك. فين الجمبري؟ الجمبري هنا ما ينفعش يتحط دلوقتي خالص يا فاروق. بيقول لي فين الجمبري؟ قلت له الجمبري هنا لسه بدري عليه. جمبري طبعا الريزوتو ده هياخد وقت كبير في السوى لسه، واحنا عارفين الريزوتو ده بيبقى حاجه كده يعني ايه، مستويه جامد قوي. خلي بالكم حاجه داخله على المدرسه الف شكر. تحميره كده، تحميصه البصل والثوم مع لسان العصفور، كل ده مع بعض. حد يقول لي شوفوا غاز وانت بتخترع الزر، يعني لسان عصفور؟ لا لا لا، الموضوع هنا مختلف، لان الاكل دي لها توابلها اللي يعني اللي نقدر ان احنا نقول بريئه من الثوم، من الكمون، بريئه من الكزبره، بريئه من القرفه. لما نعمل ريزوتو يعني يعني زعتر، يعني ملح، يعني فلفل، مش هنحط توابل تاني. البعض بيعملها باللون الاصفر بتاخد كركم، البعض بيعملها بالزعفران بتاخد زعفران، البعض بيخلي بلونها الابيض، البعض بيحط لها طماطم حسب الرغبه، ولكن توابلها مدرسه. ايه هي توابلها يا عم الشيف؟ عباره عن شويه كركم، هنحط لها شويه كركم كده تبقى لطيفه وشكلها اصفر اهو، بابريكا، كركم وبابريكا، حلو الكلام، وما ننساش طبعا الملح والفلفل والزعتر. كمون كزبره؟ لا، خلي بالك في اكلات كده احنا متعودين السمك يبقى فيه كمون وكزبره، لا خالص. على فكره الاكل بتاع النهارده بريء من الكمون والكزبره، هي بس المكرونه هتاخد شويه كمون صغيرين بس، واحنا بنحمرها دلوقتي مع بعض. حلو الكلام كده خلاص، ونبدا ان احنا نحط له عيار الميه بتاعه ونسيبه يستوي. عشان كده انا بدات بيه طبعا عشان ياخد وقته تام في السوى. حلو، وده فلفل اسود مشكل كده. معانا ميه بتغلي على النار، ده الطبيعي. ممكن الميه دي تكون شوربه جمبري او شوربه سمك موجوده عندك، عندك شويه روس سمك كده وبيغلوا على النار مع بوكي جرنيه، مفيش مشكله، حسب ما انت حابه الافضل يعني. ايه الجمال ده، شفت اللون اتغير ازاي؟ بالشكل ده زي الفل. اصبر على رزقك، هو عايز يشوف الجمبري. المخرج اهم حاجه عنده الجمبري، هينزل امتى على الريزوتو؟ لسه مش دلوقتي خالص، الجمبري ده اخر حاجه. ننزل بالميه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. يا ويلي 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 يا ويلي، هو ده. ونسيب ده كله يستوي مع بعض. لا دي ملهاش عيار، احنا مش بنسلق رز يا غالي. هو واخد طبعا ان احنا نسلق الرز المصري، كوبايه رز معاهم كوبايه وربع ميه عشان الرز ما يعجنش. لا لا لا، الريزوتو ده بيبقى طبعا واخد سوى كامل، وبتبقى حبات الرز شبعانه كده، واخد سكه الايه؟ السليج السعودي من المطبخ الخليجي. اكله مشهوره جدا في المطبخ السعودي اسمها السليج، بتتعمل بالدجاج وباللحم الضاني. الرز المصري بيستوي طبعا في المرج مع اللحم، وفي الاخر بياخد زبادي او لبن رايب، دي الاكله. فدي نفس المدرسه على فكره. حلو الكلام، بنسيبه يغلي كده على النار ونغطيه. ده كده خلصنا من الرز، نخش على اللي بعده. اللي بعده يا عم الشيف كفته السمك بالبطاطس، مقاديرها على الشاشه. كفته سمك بالبطاطس المقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. معانا سمك فيليه قشر بياض، سمك فيليه قشر بياض هيستوي ولا يتحط ني يا عم الشيف؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض.
معانا بطاطس مسلوقه مسبقا. بطاطس بتتجاب بتتسلق القشره بتاعتها يا عم الشيف، وبعد كده بتتقشر وتتحط في التلاجة. ومعانا بصل وتوم وشويه كزبره خضراء، شويه كرفس، بيض، معلقتين من السميد الناعم. هي دي المقادير البسيطه السهله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي واحنا شغالين. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه بجيب طاسه زي دي كده، وبحط فيها شويه زيت زيتون، حلو قوي. ونجيب السمك بتاعنا الحلو ده كده، اللي هو الفيليه طبعا، ده فيليه قشر بياض، ممكن يتجاب اللي هي فيه اكياس مستورده، في تجيب السمك البلطي تاخد الفيليه بتاعه، تجيب السمك الهامور تاخد الفيليه بتاعه زي ما احنا حابين. اه بالشكل ده كده بنقطعه بالسكينه. في تركايه هنا في عمل الكفته هتعجبكم قوي على فكره. اه السمك يتقطع كده، وده ما بيستحملش، خلي بالك، فتكوني جاهزه بكل حاجه بمجرد ما تحطيه في النار. شفنا مقادير الكفته يا شباب بعد اذنكم، عينيا هناخد السمك زي ما هو كده اهو، ونحط عليه شويه التوم التمام، حلو قوي، بنحط عليه البصل التمام، وناخده زي ما هو كده ينزل على النار، حلو قوي، ونشوحه على النار. هو بيتشوح كده، التركية هنا ان انا عايز السمك ده ياخد التوابل، بنزل عليه بالتوابل بتاعتنا، توابل كفتة السمك، ملح وفلفل وزعتر، برضو بريئة من الكزبرة، بريئة من الكمون، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. اهو عايزين نحط كمون وكزبرة نحط، مش معناته ان احنا ما نحطش، نحط زي ما احنا عايزين، بس دايما اطباق الكفتة زي السمك بالذات علشان السمك تظهر شخصيته خلي التوابل فيه قليلة، يقوم الشخصية بتاعت السمك تبان. طبعا خلونا اتبل السمك كده ونسويه مع بعض عشان التركيه اللي جايه مهمه جدا على فكره. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، اكله فسفوريه بطعم تاني النهارده، واليوم الفسفوري كالعاده زي كل يوم جمعه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ونشوف الصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها. ايه اللي عملته في الريزو يا شيف؟ والله الريزو ده انت وشطارتك بقى، طريقة التقديم ديت لوحة فنية، انت طبعا بتلعب يعني بتقدري انك انت تلعبي دور مهم جدا في تنفيذها، اذا كان طبق سلطة، اذا كان ريزو، اذا كان تعملي بايلا من المطبخ الاسباني كلنا عارفينها، رز، ايا كان الطبق، ولكن خاصة لما يكون طبق فسفوري. معانا شوية جمبري، معانا شوية كابوريا، بنزيد بهم الطبق بتاعنا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه بالشكل ده كده، حلو الكلام. معانا برضو فلفل حامي كده اهو. فين الجمبري يا شيف؟ اصبر على رزقك. الجمبري اللحم ده كلنا عارفين ان هو ما بياخدش وقت كتير في السوى، ده جمبري اللحم بتاعنا، ده مش بياخد وقت كتير في السوى خالص، فطبعا ده بننزل فيه اخر لحظة، فطبعا احنا حطينا القشريات اللي هي الكابوريا مع الجمبري، وبننزل بالجمبري اللحم بتاعنا ده كده اهو بالشكل ده كده، ونغطي الحله بتاعتنا. اه حلوه اه، نغطيها كده ونسيبها شويه، ولينا شغل تاني فيها. بس تعالوا نشوف ايه اللي معانا. معانا بقدونس حط كده، ونغطي الحله دي خالص وننسيها شويه. حلو الكلام، حلو الكلام. هنستأذن مخرجنا الجميل. مقادير مكرونة مقلية بالتقلية تاني. عملت ايه يا شيف؟ حطيت القشريات الجمبري والكابوريا، وحطينا الجمبري اللحم، كل دي المقادير مع بعضيها، وهنغطيها كده ونسيبها شوية على النار هادية. حلو الكلام؟ اه. ويكون الريزوتو هنا فيه شوية سوائل، حلو قوي. نهدي النار كده، تمام. ألف أنا وشيف اللي هياكل، اصحى معايا شوية، صلى على الحبيب قلبك يطيب، هات من تحت وطلع فوق يا شيف. اه اه، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه ده، كله استوى. ننزل بالجبنه اللي احنا حابينها، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون جبنه بارميزان، يفضل موزاريلا،
تفضل شيدر زي ما احنا عايزين ونقلب. ده الريزوتو يا شيف. الاكله دي بقى عايز اقول لحضراتكم نجيب سيرفيس بقى ونغرف. الله الله الله، ايه الجمال ده؟ سيرفيس التقديم. عايزك تجربها لاولادك النهارده. عينيا. نعم يا غالي. يا مسهل الحال يا رب. الريزوتو بتاعي. الله، ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ الجبنه لازم تكون سايحه كده ونازله مع الجمبري. ما تعذبنيش. ايه الجمال ده؟ اهو قرن الفلفل الحار ده كده في قلب الرز، جميل جدا، بيدي فليفر عالي. يا نهار ابيض. اهو دلعني يا زيزو. حبيبي يا زيزو. تعالى الف انا وشيف. خلاص لسه باش رؤيه مين، بس اصبر عليا لا يرجع لك. حلو الكلام. الكفته بتاعتنا زي ما هي كده هنخليها. تعالوا نطلع مع بعض السمك اللي احنا قلناه مع بعض دلوقتي. يتغرف في طبق بيضاوي طبعا، لان احنا عاملين قرص كده زي تورتيه لطيف وحلو زي الفل. يعني حلقة فسفورية بطعم تاني بالتأكيد. عملنا كفتة السمك بالبطاطس لكبار السن والأطفال الحلوين عشان مشاكل الحسك أو الشوك يعني. معانا الريزو اللطيف الحلو من المطبخ الطلياني بخفة دم مصرية. عملنا كمان أم علي النهاردة بالقرع العسلي بتاعنا الجميل الحلو طبعا لأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. ما تنسوش طبعا مكرونة مقلية بالتالية بطريقة جديدة من غير ما نقليها في الزيت. رؤية فن إبداع. بنشوفه يومي الخميس والجمعة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.